صدرت مؤخرا عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة الترجمة الإنجليزية لثلاثية حياة محمد للمفكر التونسي الدكتور هشام جعيط، وقد كانت إحدى دور النشر الفرنسية قد أصدرت الطبعة الأصلية باللغة الفرنسية. يعرض الدكتور هشام جعيط في هذه الثلاثية تخطيطاً منهجياً عاماً ودقيقاً لمسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتحليل الوقائع التاريخية فيها لتكون بينة وجلية ومشدودة إلى المراجع الثابتة وذات المصداقية العلمية والتي أخضعها الباحث إلى نقد تاريخي صارم اعتماداً على مبدأ الواقع الذي يضع الكثير من المسلمات وليس جميعها موضع الشك العلمي. يتناول الدكتور هشام جعيط في الجزء الأول من مؤلفه مسألة الوحي والنبوة معتمداً على القرآن كمصدر أولي إضافة إلى التاريخ المقارن للأديان، متجاوزاً المناهج التقليدية ذات المنزع السردي حيث اتسمت مقاربته بالحس النقدي الإشكالي قاطعاً مع الأساليب الفضفاضة. ويشدد الدكتور هشام جعيط على ضرورة انطلاق المؤرخ بقطع النظر عن انتمائه العقائدي من القرآن من أجل فهم ماهية الوحي والنبوة والنص القرآني. وخصص المؤرخ الجزء الثاني من مؤلفه لمسار محمد في مكة متجاوزاً التناول البيوغرافي، إذ تطرق إلى السياقات المحلية والعالمية التي نشأت فيها الدعوة المحمدية. واهتم المؤرخ في الجزء الثالث بمسيرة محمد في المدينة حيث أثار أهم التحولات التي شهدتها خلال الفترة المحمدية والصراعات مع آل قريش. وقدم الدكتور جعيط في هذا الجزء قراءة شاملة حول انتصار وانتشار الإسلام. ثلاثية حياة محمد للدكتور هشام جعيط مقاربة نقدية للأطروحات المنغلقة غير المحصنة بالمناهج المعرفية العقلانية.